شكرا لكم. Thank you so much. Wow. شكرا جزيلا، يا له من استقبال. شكرا جزيلا جدا. أنا سعيدة بالعودة إلى هنا وأشعر بالإثارة، ولا يمكنني أن أشكركم بما يكفي. وأنا محظوظة بأن تم تقديمي من قبل صديقي والقائد العظيم الذي خدم ليس الولاية فقط ولكن بلدنا بأكمله. ولذلك أود أن أتوجه إليه بالشكر، السناتور السابق والوزير السابق كان سالازار. كما أود أن أشكر شخصا آخر هنا هو أيضا خاص جدا ويقوم بعمل ممتاز لكم جميعا، وهو سيناتور ولايتكم مايكل بنت. وأود أن أذكر من قام بحملة قوية إلى الكونغرس، مايكل شيرويت. كنت أفكر أول مرة جئت إلى هذا المكان الجميل وكانت لي فرصة لقاء الناس هنا، كان ذلك عام 92. جئت هنا لرجل آخر، زوجي الذي كان مرشحا للرئاسة، وأعرف أن هناك صغار السن. هل كان هناك من كان حاضرا في عام 92؟ أنا وبيل تحدثنا عن هذا المكان كثيرا، وهو حلم لأحدنا أن يأتي لهنا. واليوم هناك أهمية خاصة لأننا نقترب أكثر فأكثر فأكثر من الانتخابات القادمة، وأيضا نحن نعي تماما أن هنا في كولورادو لأول مرة ستكونون قادرين على الانتخاب عن طريق البريد. ويوم الاثنين في 17 أكتوبر سوف يبدأ الناس بتلقي بطاقات الانتخاب. إذا كنتم مسجلين الانتخاب انتبهوا للبريد، املأوا بطاقاتكم، لا تنسوا أن لا تضعوها في المطبخ وتنسوها مثلي أنا أحيانا. إذا ضعوها في البريد حتى نحصل على التصويت المبكر. وربما لو تكونوا قد سجلتم للانتخاب أرجوكم افعلوا ذلك الآن. لو ذهبتم إلى موقع iwill.com يمكنكم أن تسجلوا أنفسكم بسهولة، لأننا نحتاج الجميع أن يصوتوا، أنتم وأصدقائكم وجيرانكم وأسرتكم، لأن ذلك مهم جدا. لا أدري إن كان هناك أي انتخابات بمثل هذه الجدية وبهذه الانعكاسات. يمكن أن تروا ذلك لأنه عبر أمريكا الناس ينتخبون بأعداد كبيرة. هناك ولايات والأعداد المشاركين في الانتخابات أكبر بكثير مما كان يتوقع الجميع وأكثر من الماضي. هذا الصباح في أوهايو
الناس بدأوا يقفون في الطوابير الليلة الماضية وكانوا يتطلعون إلى التصويت. ونريد أكبر عدد من الناس أن يصوتوا في هذه الانتخابات. إذن لا تبقوا في المؤخرة. وإذا كان لديكم أصدقاء في يوتا أو أريزونا احرصوا على أن ينتخبوا أيضا. نحن نتنافس في كل مكان لأن نعتقد أن الأمريكيين يريدون أن يأتوا بأعداد كبيرة قدر الإمكان لكي يقفوا ضد الحملة المغرضة العنيفة التي يقوم بها منافسي. وتعرفون صوتكم يمكن أن يحدث الفارق. كنت في فلوريدا ومع النائب الرئيس السابق غور، وقال إن كل صوت مهم، إذن لا تفرطوا في هذا الانتخاب. أنا فخورة بالحملة التي قدتها أنا وبيرني ساندرز. كانت حول مسائل وليس حول شتائم. كنا نتقدم نحو برنامج إيجابي سيساعد الملايين والملايين من الأمريكيين، وهذا ما ينبغي أن نقوم به، أن نجمع بين الناس وأن نوحد بلدنا وأن نحل مشاكلنا بالعمل معا. وأنا أعرف أنه كان سباقا طويلا، لكن بعد انتهاء الانتخابات الأولية أنا وساندرز اجتمعنا وخرجنا ببرنامج لدفع ديون الطلاب، وقمنا بأفضل ما لدينا لكي نظل خارج الأمور الصغيرة والحقيرة. هل رأيتم ما قيل في تلك المناظرة؟ كنت أراقب منافسي وهو ينخفض وينخفض وينخفض، وذكرني ذلك ما قلته أنا وصديقتي السيدة الأولى ميشيل أوباما، عندما ينخفض مستواهم نحن نرتفع. وأريدكم أن تعرفوا أنني أريد أن أكون رئيسة الجميع. أنا تعبت من جميع الانقسامات والحواجز. أريد أن أجمع بين الناس عبر حدود الأحزاب وعبر كل الحدود. نعم، أنا رئيسة الديمقراطيين ولكن رئيسة الجمهوريين أيضا والمستقلين. وأنا ممتنة لجميع الجمهوريين الذين يدعمونني، وأثمن جميع الصحف التي تدعمني، وبعضها لم تكن تدعم أي مرشح ديمقراطي من قبل. إذن نحن سنستمر في هذه الحملة، وأريد أن أعطيكم أشياء تصوت لصالحها وليس ضدها. وخلال 28 يوما القادمة سوف نجوب أنحاء بلدنا ونتحدث عما يمكن أن نقوم به معا، لكن دونالد ترامب يتخذ لهجة مختلفة. حملته قالت اليوم إنهم سيستخدمون استراتيجية خلال الأربعة أسابيع القادمة،
لا تبقي ولا تذر، كلها مليئة بالسلبية والتشاؤم، ولن نجعل دونالد ترامب ينجو بفعلته تلك، أليس كذلك؟ لا يهمني ما يقوله عني، ما يهمني هو ما يقوله عنكم، وسأقول لكم ماذا. سوف أتصدى له وأدافع عن كل شخص في هذا البلد من الشتائم وقلة الاحترام التي نسمعها منه. والعالم بأسره سمع كيف يعامل ترامب النساء ويعاملهن، وماذا يقول عنهن، وهو يعتذر عن كلامه وقال إنه في غرفة مغلقة. لكن تعرفون ما يحدث، ما يحدث يحدث بتلقاء الكثير من المدربين، بدأوا يعبرون عن رأيهم في جميع وسائل التواصل الاجتماعي وجمعيات واتحادات رياضية، كلها تجتمع وتقول لا يحدث ذلك في غرفنا المغلقة. لكن بطبيعة الحال ليس فقط النساء هن اللاتي لا يحترم يقل احترامه معهن، انه يشتم الجميع. تعامل مع قاض محترم ولد في انديانا وقال انه لا يمكن ان نثق به لان والديه كانا من المكسيك. استهدف مهاجرين والأمريكيين الأفارقة والناس من ذوي الإعاقة والمسلمين وغيرهم، وفي كل مرة يفعل ذلك أشعر يأتيني أحدهم يعبر لي عن مخاوفه وعن قلقه ويكتب رسائل أو يتحدث إلي، وخاصة الأطفال. هذا هو دونالد ترامب حقيقة، عندما تخيف الأطفال. طفل كتبت لأمه، تبنته من أثيوبيا عندما كان طفلا صغيرا، لم يكن قادرا على أن يعيش مع أقارب، وكثير من الأمريكيين تبنوا أطفالا، واسمه فيليكس وهو عمره 10 سنوات الآن، وقد عاش طول عمره في الولايات المتحدة. وكتبت لأمه وقالت بعد سماعه لدونالد ترامب استدار إليها وقال يا أمي هل سيرسلني إلى إثيوبيا؟ هذا هو نوع الخوف والقلق الذي نسمعه من الأسر المهاجرة التي تشعر بخوف شديد، وخاصة الأطفال، أن دونالد ترامب سوف يضع قوة لإعادة المهاجرين إلى بلدهم، سيذهب من كل بين كل مؤسسة وأخرى ومدرسة وأخرى وبيت وبيت. من الصعب أن نفسر للأطفال هذا الأمر. أرجو أنكم إذا عرفتم أطفالا يستمعون إلى ما يقوله ترامب ينبغي أن تطمئنوهم، وأود أن يعرفوا أن الحلم الأمريكي كبير بحيث يسعهم أيضا، وأنه في هذه الانتخابات سوف نظهر أن أمريكا أفضل مما يقوله ترامب وما يمثله دونالد ترامب. لكن هذا ما أريد أن أعرفه، هناك فرق كبير بين رؤيتنا للاقتصاد. ترامب يريد أن يخفض ضرائب بالتريليونات للأغنياء، ولكنه عندما يأتي إلى دونالد ترامب يريد أن يعرف أقل ضرائب ممكنة للأغنياء.
لم تحدث أبدا. أعتقد أنا أفكر بطريقة مختلفة. سوف نستثمر في الطبقة المتوسطة، فيكم أنتم وفي وظائفكم وفي مستقبلكم. تعرفون ينبغي أن تشعر بالأسف بالنسبة له، لقد عاشوا أسبوعين سيئين جدا. لكن تعرفون بصرف النظر عن الفوارق بيننا، من ذلك يعود إلى مسيرتنا، لأنه اقترض 14 مليون دولار من أبيه، ومن الطبيعي أنه يعيد المال إلى الأغنياء لأن تلك هي تجربته. أنا كبرت بشكل مختلف، جدي كان يعمل في المصانع، وأنا أعرف التعب الذي تعبوه لكي يكونوا ثروتهم. لذلك أعتقد أن الاقتصاد سيعمل لمصلحة الجميع، ونريد أن نركز على تلك المسائل، أن يكون هناك وظائف جيدة وبنية تحتية، وأن نصلح طرقنا وشوارعنا وموانينا ومطاراتنا، ونحتاج إلى أن يدفع الأغنياء نصيبهم. وترامب لم يدفع أي قرش من الضرائب الفيدرالية، وهو لن يعلن عن دخل، عن ما دفعه من ضرائب. خسر مليون دولار وهو يدير الكازينو. من يخسر مليار دولار وهو يدير كازينوهات؟ تعرفون صعوبة ذلك؟ لكن فكروا في الأمر، بذلك أنه ساهم بصفر لعسكريين ولقدماء المحاربين وللتعليم، وهدفه هو أن لا يحترم العسكريين، إنه يسميهم كارثة. القوات المسلحة الأمريكية يصفها بأنها كارثية، والكارثي هو من ينجو من عدم دفع الضرائب، وينتقد الجميع الذين قمنا بعملنا وبواجبنا في الدفاع وفي دعم أمريكا. سمعتم شعاره أن نجعل أمريكا عظيمة مجددا. حسنا، قد يكون فيه بعض أنه بابلو هي مدينة من أكبر المنتجين للفولاذ في الولايات المتحدة، أليس ذلك صحيحا؟ إذن تعرفون أهمية ذلك، أن تدعموا صناعة الفولاذ والحديد. ترامب هو الرجل الذي ظل سنوات يتحدث أنه إلى جانب العمال، ولا حقيقة في ذلك، وهو يقوله، ونحن نعرف مدى ما فعله أو لم يفعله لبلده. لدي اشترى فولاذ صيني لبناياته، وليس فولاذ أمريكي. كان يمكنه أن يشتري، وينبغي أن يكون قد اشترى فولاذا أمريكيا. لو كان يريد أن يجعل أمريكا عظيمة، أن تكون أمريكا مع حديد أمريكا. لدي فكرة مختلفة، وبالإضافة للوظائف والبنية التحتية التي تستخدم الفولاذ الأمريكي، نريد أن نطور الصناعة والتكنولوجيا والابتكار
ووظائف في مجال الطاقة وأن نجعل الاقتصاد عادلا في الوقت نفسه. وهذا ما نريد الأطفال أن يسمعوا هم وأكثر من يسمعوه. سوف نجعل مصاريف الدراسة الجامعية مجانية للأسر المحتاجة. إذا كان لديكم ديون سوف يتم إعادة جدولة الديون، وغير معقول أن تستطيع إعادة جدولة ديون سيارة ولكن ليس لا تفعل ذلك بالنسبة للتعليم. على أساس هذه الخطة سوف نساعد للناس ملايين الدولارات، ويمكنكم أن تذهبوا لهيلاري كلينتون.com خط ماء الكالكوليتر وحاسبة لكي تعرفوا ما ستكسبونه، لأننا نريد أن نخفف الحملة على الناس وعلى الديون الجامعية. وسنجعل الاقتصاد أكثر عدالة بزيادة الراتب الأدنى. الذين يعملون وقتا طويلا لن يبقوا فقراء، وسنوسع الضمان التأمين الاجتماعي إلى الجميع وجميع الفئات نساء وأطفالا، وسوف يكون هناك إصلاحات في قوانين الهجرة، إصلاحات لكي أعمل مع سيناتور بنت، ليكوننا فرصة لضمان أن نعمل على إصلاحات الهجرة من البداية، وسنساعد الحال من لهم أحلام أن يحققوا أحلامهم ليصبحوا مواطنين أمريكيين. كما أنني أعتقد أنه أن يكون هناك رواتب تساو مساواة في الرواتب بين الرجل والمرأة. بدأت أتحدث عن المساواة في الأجور، هي ليست مسألة امرأة نساء فقط، هي مسألة عائلة. إذا كانت أمك أو أختك أو زوجتك، إذا دونالد ترامب دائما يقول عندما يلعب بطاقة النساء، إذا رواتب متساوية ورعاية للأطفال. أنا أشعر بالإثارة حول ما يمكننا القيام به. أنا أعطي للرئيس أوباما الكثير من الثناء، فعل الكثير لبلدنا بعد الأزمة الاقتصادية التي وجدها. أذكر طلب مني أن أزوره، ولماذا؟ ما كنت أعرف أنه سيجعلني وزيرة الخارجية، وقال إن الوضع أسوأ بكثير مما قيل لنا. تذكرون كان الوضع سيئا جدا، ميل الناس خسروا وظائفهم وبيوت انهارت. إذا خرجنا من ذلك الخندق، ولا نريد أن نعود إليه، لأن فرض إصلاح وول ستريت وغيرها كانت مصيبة. ودونالد ترامب يريد أن يتخلص من القوانين على وول ستريت ومن المشاريع والقوانين التي تعيد المال إلى الناس. سوف نحافظ على ذلك، وسنقول للشركات التي تحاول أن تنقل نشاطها إلى الخارج أن تدفع الضرائب وأن تعيد كل ما استفادت به من تخفيضات الضرائب. وقد كنت واضحة كيف سندفع لمشاريعنا هو أن نذهب إلى الكبار الأغنياء والأثرياء. لن أرفع أبدا ضرائب الطبقة المتوسطة أبدا، هذا غلط.
وأنا أستمع إلى الناس ماذا يمكننا أن نفعل لنساعدكم ونحن نشكركم كثيرا. حالا أنا أشعر دائما بأنني مرحب بي عندما أتي إلى بابلي. سوف أزوركم بعد أن أصبح في البيت الأبيض، ما رأيكم؟ أريد أن أسهل الأمور للأطفال. أنا جدة لطفلين، ولد وبنت. هناك عائلات مكافحة، للمعظم العائلات التي لديها أطفال تحصل على ما يسمى مبلغ أو منحة الأطفال لمساعدتهم في دفع التكلفة. سوف أضاعف تلك المكافأة أو تلك المنحة. That's another $1,000 for young kids. ذلك مبلغ $1,000 أخرى للأطفال ليحصلوا على ما يحتاجونه من علاج أو غيره. وهو مثال لتخفيض الضرائب، وسوف أحرص على أن تصل إلى من يحتاجها. نريد أن نخرج الناس من الفقر، وما نخترقه سوف يحقق ذلك. وهناك طرق أخرى، وما أريده هو نجاحكم ومستقبلكم وإمكاناتكم وأحلامكم. أريد أن أكون رئيسة لتجعل الكثير ممكنا من أن لا يشعروا بالخوف وأن يكون لهم حياة أفضل. ذلك ما أريده لكم ولكل أسرة ولكل طفل في أمريكا. إذن لدينا 4 أسابيع وسيكون إلى خط النهاية، وهذا ما سأطلبه منكم. كما قلت في البداية، فكروا في كل ما هو مهم لكم، سواء كان الوظائف أو زيادة الدخل أو التربية التعليم أو حماية حقوقنا أو إصلاحات الهجرة. فكروا في ذلك، لأنكم تعرفون تلك المسائل سوف تكون في الميزان. قد لا تكون موجود، لكن لا يمكنكم أن تكون تجدوا شخصين مختلفين بقدر ما نحن مختلفان، أنا ودونالد ترامب. وأعرف أن هناك الناس سوف يأتون، وإذا جئتم وصوتتم سنفوز ونحقق كل ما تكلمت عنه. وبالتالي كل شيء يعود إن كنتم ستأخذون هذه البطاقة، بطاقة الانتخاب، لترسلوها أو تضعوها في الصندوق، لأن صوتكم مهم. عندما أفكر في الانتخابات أفكر في أحفادي كثيرا. أنتم أيضا، أليس كذلك؟ من ليسوا أجدادا، إنها تجربة لا تصدق، تجربة رائعة. ولا شيء لا يمكنني أن أمنع نفسي من القيام به. وفيس تايم ممتاز، يمكن أن نطلع عليهم ونرى ما يفعلون. لكن أكثر من ذلك، أي حياة ستكون لهم وأي بلد سيكونون فيه. أعرف أهمية أنه بالنسبة للأسرة والمجتمعات وبلدنا يعتني بكل الأطفال، وأن كل طفل يحصل على تربية تعليم جيد ووظيفة جيدة، وأن كل طفل لديه الرعاية الصحية التي يحتاجها. لذلك سيكون هناك برنامج الدعم الصحي للأطفال. لذلك كل أسرة تستحق أن يكون لديها وظيفة جيدة بدخل جيد ومزودون جيدون بالخدمة الصحية. لقد عملت في هذا المجال منذ سنوات طويلة،
وقضيت وقتي أحاول أن أجد كيف نحسن الأمور بالنسبة لأطفالنا، وما دفعني إلى ذلك هو بسبب والدتي. أنا لم أكن أعرف أنني كنت طفلة، لكني عرفت بعد ذلك عندما كبرت أن أمي كانت مهملة من جديها وتركت لوحدها وهي عمرها 8 سنوات، وتمسك يد أخت صغيرة لها ووضعت في القطار لكي تذهب إلى كاليفورنيا لتعيش مع جدتيهما، والجدتان لم يريداها أيضا. إذن في سن 14 كانت تعمل في بيت كخادمة وتهتم بالأطفال. كان الأمر صعبا وقد تركت أثرا عميقا في حياتها، وأعتقد أن أمي عاشت إلى 92، وأعتقد أنه في سن 92 لم نسيت تماما كل ما يتعلق بأنها أهملت، ولكن الناس كانوا طيبين معها في طوال حياتها وساعدوها، المدرسون الذين كانوا يحملون إليها الطعام لأنها لم يكن لديها طعام، والمرأة التي كانت تعمل في بيتها كانت تعرف أن أمي تريد أن تذهب إلى الجامعة إلى الثانوية، فقالت إذا استيقظت جيدا وقمت بعملك يمكنك أن تذهب إلى المدرسة، ولكن ينبغي تعودي مباشرة إلى البيت. قد يبدو ذلك نوعا ما كانت هبة بالنسبة لأمي لأنها أرادت أن تذهب إلى المدرسة. إذن أمي كانت تهتم دائما بالآخرين، وقد علمتني بطريقتها أن لا أحد أفضل من أي أحد آخر. نحتاج أن نري بعضنا البعض المزيد من الطيبة والاهتمام، وآخر ما نحتاجه في بلدنا هو جعل الناس يشعرون بأنهم سيئون وإبعاد الناس. ينبغي أن نجذب الناس إلينا ونوضح المستقبل الذي نريد أن يكون لنا جميعا. ذلك ما أفكر فيه عندما أتخيل أنني كنت محظوظة لكي أصبح رئيسة، أن أستيقظ. أستيقظ في البيت الأبيض وأنا أسأل نفسي ماذا يمكن أن أفعل لكي أجعل الناس أفضل، ومن أعمل معهم، وكم أسرة وكم مجتمعا عبر أمريكا تعمل معنا لكي نصل إلى أفكار لكي نعطي فرصة لكل طفل ليعيش من أجل تحقيق إمكاناته. هذا هو مطلوب منا سواء كنا نؤمن أم لا، فإن الحلم الأمريكي هو يدفع الناس إلى أن يجتمعوا ويساعدوا بعضهم بعض. لا أحد يقوم بأي شيء لوحده، لديه شخص يساعده طوال الطريق. إذن لنبقى معا ولنخرج ونصوت ونكون إيجابيين ونختار مستقبلا أفضل لمستقبل أطفالنا. حفظكم الله، شكرا لكم.